يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. اليوم عنا giveaway جديد. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس ليوصلك كل شي جديد وتحط لايك للفيديو، ويلا خلونا نبدأ. اليوم الgiveaway على سلاح الايفورا، سلاح التايتن البيتا، طبعا الكل بيعرفوه، بس الgiveaway على نسخة السبيشال منه اللي هي ستيلر ايفورا. لتشترك بالقناة مثل العادة لازم تدخل على رابط الفورم بوصف الفيديو، تعبي الفورم وتحط لايك للفيديو، تشترك بالقناة، تترك تعليق بآي دي تبعك إذا حابب شيك لك إجابتك، وطبعا ما بدي حدا يكرر تعليقه مشان ما يستثنى من المشاركة. To join this giveaway you have to subscribe this channel, give like for the video and fill the form link in the description and good luck for all. هلا بترككم مع فيديو المسابقة، مشاهدة ممتعة. بهذا الجيم اصدقائي انا بلعب بالريفنانت، اسلحة التالون والجاو، طبعا لعبت فيها على البث المباشر ورجيناكم قوتها، بس هذا الجيم كان اليوم المميزة اللي لعبتهم فيه. مثل ما لكم شايفين بلشنا الجيم والفريق اللي ضدنا جاي على المنارات، اثنين كايروس جايين على منارة النص، بلشت اضرب عليهم انا والانجلر اللي معي، عم نضرب على اول سكايروس شلناه ما خليناه ياخد منارة، بعدين بالتيل اللي على الجهة اليمين اللي جاي كمان يقرب على المنارة، شكله سكوربيوم بده يرسب لصاحبنا، لا بس كان عنده ستيلز، رسب له نشوف شو هو. اوكي طلع اوروتشي، ضرب عليه بحط عين، بس اوروتشي كتكوت هذا، حاطط ساندر من زمان، هاي التشكيلة ما شفناها. المهم خلصوا خواصه، اخذنا كله، هي صار معنا تاني كيل، صار عنا استكين على الارماديلو. طبعا الريفننت لما بيعمل خاصيته بيعمل التليبورت، كل شي دمج بياكله لمدة 10 ثواني كله بيتصلح، فهذا الشيء بيخليه يجدد احسن من غيره، خاصة مع الاميون امبليفاير اللي بتصير بتعبي عليه بسرعة. ما تكون شايفين صرنا بنص مقر الخصم عم نتعوس عليه هون، تخبيط واحد ورا الثاني. هون في عنا رافانا ما قدرنا ناخد كله، في عنا كمان هون فافنر قاعد على المنارة، ما تكون شايفين عملت عليه تيبورت مشان يكسب خاصية، بس للأسف كانوا قتلوا رفقاتي ما قدرت أخده. ننتقل لهلا اللي صاروا على المنارة اليسار كمان مشان ناخذ شوية كلات، نعمل شوية دمج، اثنيناتهم حطوا عين، واحد اوروتشي والتاني انجلر. طبعا انا بهربان من الانجلر لانه اذا الانجلر عماني ما بقدر اساوي له شيء، مثل ما انتم شايفين عماني هلا، بس شو عملت قبل ما يعميني فعلت خاصيتي وانتقلت لوراء عشان اهرب منه، وللاسف نجي بحضن تايتن. ربكم الرحيم ناخذ الكل من اللي وراه وبنشرد من التايتن كرمال ما يزينا معه اسلحة الفاجرة والشوتجان، فبنلعب معه من بعيد، من مدى بعيد عشان ما يضرني، على المدى القريب يذبحني ذبح. طبعا مينوس هو لو ما في حدا غيري على المنارة كان اجا دعوس علي، لا بس يعني ما بيقولوا الحظ زت معنا هذا الجيم. خلص الريفلكتور تبعه، فتحنا عليه المشط، مثل ما كنتم شايفين دمجي عالي مو سهل، بس اجانا انجلر فخليت عيني على التايتن، اذا اجى قرب علي بنتقل عليه فورا، بس الانجلر ما طلع علي، عينه مع الشاب اللي على المنارة. اخذنا كل التايتن ورجعنا نضرب فيهم، في واحد عم يضربني من على اليمين مالي مهتم له الا عم نضرب، ياخذين على المنارة ساعد رفينا مشان ما يقتلوه. شوي مكست عنا واحدة من الامبليفاير، في الانجلر الثاني بس على المنارة،
الهاشتاج قدامكم يا شباب، اللي بده يذكر الهاشتاج هذا، الهاشتاج اللي بدكم تستعملوه للروابط الفورم بدكم تحطوه. هاي خلصنا على الانجلر اللي كان بقيان، بس نزل 2 تايتن، واحد اندرا وواحد اللي هو الايسر. بس الايسر ما طلع له معنى لانه اسلحتي بتتخطى الفيزيكال شيلد تبعه، لهيك دعوسنا عليه. وهون عم بضرب هذا اللي جاي من ورا المارس، عم يضربني ما كنتوا شايفين، تم عم ينزل ويرجع يطلع، ينزل ويرجع يطلع. هذا كله لانه الامبليفايرات مكسوا، فلهيك صار ريفنانت يتحمل القتل. كم واحد عم يضرب بنفس الوقت، ورغم هيك عم قاوم وناضل، بقدر اعمل كلات واعمل دمج. ما بتشوفوا هلا باخر الجيم قديش بيكون دمجي. هاي لو شادور بش علينا، بس وين جايب حضن 2 تايتن؟ مالك مصلحة بهالفوتو يا لو شادور. هاي فاتي على منارة النص لحنا والشباب، في سكايروس عليها غالبا. لا انجلر، لا انجلر، سكايروس راح لليسار. الانجلر عم يطير، لحقناه بس ما لحقنا ناخد كله. في هذا الانجلر الثاني، لا سيراف هذا كان تبخر والله. ما من العجقة ما يبين معي. هذا انجلر ثالث طبعا عم يتحرك علي، بدي اخذ المنارة مع الشباب مشان استعمل المذر شيب، ما قدرت عماني، بس ما قدر يدمجني. يعني ملاحظين دمي ما عاد تأثر، صار تمساح الريفنانت. وهي سكايروس كمان تبخر بثواني. في هذا اللوكي شكله عم يجوح يجيب منارات، وفي عنا خبري بالمقر رسبنا عليه، بلشنا نخبط فيه. طبعا ما في غيره موجود بالخريطة، لهيك كل العالم راكضة عليه بدها تاخذ الكل. هون نزل سكايروس كمان، ما لحق يعمل شي، تبخر بح تبخير. وبس هيك خلص الجيب وجبناه بسهولة، قد قدنا الريفنانت. وهذا الدمج اللي عملناه، وهي المنارات اللي اخذناها 4,700,000. وبس بشوفكم على خير بفيديو جديد، ان شاء الله كلكم بتفوزوا. السلام عليكم ورحمة الله.